مجلس أمناء الحوار الوطني يرفض مزاعم الرئيس الأمريكي ويؤكد أنها حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح. إدانات وتحذيرات عربية ودولية وأممية واسعة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي استهداف مدينة رفح الفلسطينية. العراق والولايات المتحدة يستأنفان اليوم المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن. الواحدة بعد منتصف الليل 11 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع الزميلة نسرين فؤاد. أهلا بك نسرين. أهلا بك لؤي. أهلا بحضراتكم مشاهدينا. أكد مجلس أمناء الحوار الوطني رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة. وأوضح المجلس أن حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولا قبله إنما هي حقيقة معروفة للجميع، ومن الغريب واللافت أن تغيب أو تغيب عن رئيس الدولة الأكبر في العالم أو أن يذكر عكسها. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على أن المطلوب الآن من الرئيس الأمريكي ليس نشر ما هو ليس حقيقي حول الدور المصري، بل استخدام علاقات بلده الوثيقة بإسرائيل لوقف عدوانها الدموي على غزة ومنعها من ارتكاب مذابحها المتوقعة وربما المخططة في منطقة رفح الفلسطينية والتي تنوي وتعد لاجتياحها بما تضمه من نحو 1,300,000 فلسطيني. وطلب مجلس الأمناء الرئيس الأمريكي بدلا من أن يدلي بمثل هذه التصريحات غير الصحيحة أن يحل زائرا على قطاع غزة لكي يرى بعينيه حجم كارثة الإنسانية الأكبر في التاريخ العالمي المعاصر التي ارتكبها حليفته إسرائيل، ربما يحاول حينها إيقاف هذه الجريمة. أكد حزب المؤتمر أن الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع. وأشار الحزب إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايد عليه، وأن موقف الرئيس السيسي كان ثابتا وراسخا منذ أحداث 7 أكتوبر بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في قطاع غزة. أكد حزب مصر أكتوبر أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي وداعم لحقوق الأشقاء للحصول على دولتهم المستقلة. وشدد الحزب على أنه لا أحد يستطيع المزايدة على الموقف المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحديث المغلوط المتداول حول فتح معبر رفح يؤكد الخطة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، مشددا على أنه لا مساس بالأمن القومي المصري واعتباره خطا أحمر. أكد حزب الجيل الديمقراطي عدم صحة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي قال فيها إن مصر كانت رافضة لفتح معبر رفح من أجل إدخال المساعدات إلى غزة. وأكد حزب الجيل أن الموقف المصري كان أول صرخة في العالم ضد غارات جيش الاحتلال بعد أن كشفت فيه مصر مخطط الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وطلبت بضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والدوائية والغذائية إلى غزة. ثمن رئيس حزب الحرية المصرية تأكيد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن تواصل تهدئة في قطاع غزة والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة. وأضاف حزب الحرية أن موقف مصر الداعم للقضية لم يتغير، مشيرا إلى رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين وقتل القضية بمثل هذه المقترحات، مؤكدا أن مصر تواصل الضغط بكل قوتها لتأمين إدخال المساعدات رغم تهديدات الجيش الإسرائيلي بإمكانية قصفها. ها
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة ما يخص الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فعالية في المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع دار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأي على أن تكون تلك الجلسات بحضور خبراء ومتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل وقابلة للتطبيق. كما تقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع. من جانبه أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنا تكليف رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني واستجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيا إلى ضرورة الالتزام بها. وفي هذا الإطار انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة. أشاد حزب مصر أكتوبر بما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، وخاصة ما يخص الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي. وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر إن دعوة الحكومة في كل جلسات المقبلة يساعد في المشاركة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، مضيفة أن ملف الاقتصاد ملف شائك ودقيق ويتطلب وجود متخصصين لإيجاد حلول واقعية وسريعة المفعول. كما ثمنت إعلان مجلس الأمناء تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان. كما ثبنا حزب المؤتمر قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني الخاصة باستكمال جلسات الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يخص المحور الاقتصادي. وأكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي تعكس تعاونا حقيقيا ومشاركة للحكومة في كل الجلسات المقبلة، كما تساعد في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، وأنها خطوة مهمة وجادة وكاشفة لعزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كافة المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. أشاد حزب الجيد بما قرره مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه بأن تكون جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة تحضرها الحكومة والخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق. هذا ورحب حزب الجيل بما قرره مجلس أمناء أيضا من أن يستمر الحوار الوطني في عقد جلساته لمناقشة باقي القضايا التي لم تناقش في المرحلة الأولى، وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي. وثمن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل قرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع. أكد حزب المستقلين الجدد أن ما يميز الحوار الوطني في المرحلة الثانية أنه بمثابة تجديد ثقة من رئيس عبد الفتاح السيسي. وأقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن الحوار الوطني سيشهد طرحا لوثيقة الحكومة واستراتيجيات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء أتاح الفرصة أمام كل من يريد المشاركة برأي أو تنفيذ أو رؤية لتلقي الأفكار حول القضايا الاقتصادية، موضحا أن الحوار الوطني يهتم بمناقشة القضايا التي تشغل بال المواطن، ومنها التضخم وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي والنهوض بالصناعة والسياحة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة سيكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهاء الحرب،
ثم التعامل بشكل جذري مع القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقباله نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، أشار مدبولي إلى استمرار مصر في جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع الأطراف المعنية من أجل التوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في القطاع وتحقيق النفاذ الإنساني الآمن والسريع لمتطلبات الأشقاء الفلسطينيين هناك. من جانبها، أعربت وزيرة خارجية بلغاريا عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن مصر تلعب دورا ملحوظا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وخلال لقائه مع وزير الدفاع البلغاري، أكد الفريق أول محمد زكي عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين. كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. ومن جانبه، ثمن وزير الدفاع البلغاري الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد تودر تجريف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. من جانبه، أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين، مثمنا الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما قام وزير الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الوحشية التي لم يسبق لها مثيل. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية، أشار شكري إلى أن مصر حذرت من تداعيات هذه الحرب وتأثيرها على اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وكان على رأس هذه الملفات بطبيعة الحال القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، لا سيما الأوضاع الجارية في قطاع غزة، حيث أشرت إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف إطلاق النار ووقف هذه الاعتداءات الوحشية التي لم يسبق لها مثيل. كما أوضحت للسيدة جابرييل أن ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا بشأن تداعيات هذه الحرب على اتساع رقعة الصراع بالمنطقة قد بدأ بالفعل، ويشهد المجتمع الدولي حاليا نتائجه التي يتحمل هو مسؤوليتها بسبب ازدواجية المعايير التي كانت مثار دهشة الرأي العام العالمي وليس العربي أو الإسلامي فقط. كما أشار شكري إلى وجود اتصالات مصرية مستمرة لوضع إطار للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. كما شدد شكري على وجود توافق دولي بأن الأمر لا يحتمل مزيدا من الضحايا المدنيين في غزة، محذرا من أن زيادة رقعة العمليات العسكرية ستكون آثارها وخيمة. الجهود المصرية لن تتوقف في إطار إيجاد حل ووقف لإطلاق النار لإعفاء
الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة اللي وقعت على المدنيين الأبرياء. ولكن الأمر يتطور ويتطور بشكل سلبي. التصريحات المختلفة اللي بتدلي بها والأعمال اللي بدأت في النشاط العسكري في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين بوضع إنساني كارثي، وجود 1,400,000 مواطن فلسطيني متكدسين الآن في رقعة ضيقة جدا ولا يمكن لهم حماية أنفسهم أمام هذه الأعمال العسكرية. الأمم المتحدة أعلنت خطورة هذا الوضع بأنه وضع لا يمكن استيعابه وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن قلقه. هناك توافق دولي بأنه المنطقة لا تحتمل نفس كثافة الأعمال العسكرية اللي شهدناها في الأوقات الماضية، وأنه الوضع الإنساني لا بد من احترامه. وهذه هي أيضا دعوة ضرورية نؤكد عليها بأنه الأمر لا يحتمل مزيد من الضحايا من المدنيين، مزيد من التدمير. أوضاع الإنسانية متفاقمة في غزة، وأي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية سوف يكون لها آثار وخيمة. أكد نائب سفير فلسطين بالأمم المتحدة في نيويورك ماجد باميا أن مصر هي الدولة الأكثر اهتماما في العالم برؤية المساعدات الإنسانية وهي تدخل قطاع غزة. وأكد المسؤول الفلسطيني أن مصر لا تريد التهجير قسري للفلسطينيين من غزة، وبالتالي فإنها ستعمل ضد مصالحها الوطنية المعلنة، إذ منعت المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة عبر معبر رفح. وأشار إلى أن مصر رحبت بأي مساعدات من كل أنحاء العالم وتأكدت من وصولها إلى غزة، وأضاف أن مصر عبأت جهودها الكاملة بدعم من المجموعة العربية لتبني قرار من مجلس الأمن الدولي لإنشاء آلية أممية لتسريع وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ومحاولة إيجاد طريقة للتخلص من قيود الاحتلال الإسرائيلي. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في قطاع غزة. وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل عشرات الشاحنات المقدمة من المساعدات الإنسانية والوقود. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لقيام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة رفح بقطاع غزة، وشدد أبو الغيط على أن نوايا الاحتلال بفرض واقع النزوح على مئات الألاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح الفلسطينية كملاذ أخير من الهجمات العشوائية على المدنيين هي خطة مكشوفة ومرفوضة وتنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.
حذر البرلمان العربي وبشدة من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تؤوي نحو 1,400,000 نازح لجوا إليها من مختلف مناطق القطاع التي تتعرض لعدوان وحشي. وحمل البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر حال تنفيذ الاقتحام، ووصفه بالكارثة، كما جدد رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية، داعيا محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار واضح بوقف إطلاق النار يتم رفعه لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذه على الأرض، مشددا على أن ما يحدث كارثة إنسانية وسياسية لم يشهدها التاريخ من قبل، معتبرا أن السكوت عنها مشاركة فيها. هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي مخططة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وحذرت المنظمة في بيان صدر عنها من أن استمرار وتوسيع العدوان العسكري الإسرائيلي يأتي في إطار محاولات مرفوضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، محذرة أن ذلك يأتي في إطار الإبادة الجماعية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر جماعية. هذا وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وشامل، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وبدون شروط إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أعرب مجلس التعاون لدول الخليج عن إدانته ورفضه الشديدين لمخطط قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة رفح في قطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قصرا إليها. وقال الأمين العام للمجلس إن هذا العمل الإجرامي الإسرائيلي أو التفكير فيه يهدد بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، كما يؤدي إلى مزيد من التدهور والمعاناة للشعب الفلسطيني، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية التي تحمي حقوق الشعب وسيادته. ودعا الدوي المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل الجماعي والتضامن لمواجهة هذه المخططات بروح من الوحدة والمسؤولية المشتركة بشكل يعكس الالتزام العميق بمبادئ السلام والعدل والكرامة الإنسانية، واتخاذ موقف واضح وموحد رافض لهذه التصرفات يؤكد الالتزام المشترك بالعدالة والسلم الإقليمي والدولي. أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليبا لازاريني أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستفاقم بشكل هائل كابوس الأزمة الإنسانية. وأشار لازاريني إلى أن أكثر من 1,400,000 شخص في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يعانون أوضاعا كارثية لا يمكن تصورها. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية ملزمة لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية ومنع تهجيرهم. وقالت الوزارة إن الدول الداعمة لإسرائيل تواصل الرهان على قرارات دولة الاحتلال فيما يتعلق بتحذيراتها من حدوث مجازر وكوارث إنسانية إذا ما نفذت إسرائيل تهديداتها باجتياح رفح، والتي يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.5 مليون مواطن معرضين للقتل أو التهجير القسري أو النزوح، وذلك تحت قصف آلة الحرب الإسرائيلية. هذا وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وجددت الخارجية الأردنية رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع. أعربت الإمارات عن قلقها الشديد من مخططات واستعداد الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية على منطقة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة من نازحين الفلسطينيين، محذرة من الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية. وحذرت الخارجية الإماراتية من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع مزيد من الضحايا الأبرياء،
مجددة إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق وأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار. هذا وأعربت الكويت عن قلقها الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قصرا منها، مجددة موقفها الرافض للممارسات العدوانية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. دعا العراق للتدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي في قطاع غزة. وذكرت الخارجية العراقية أنها تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشددة على ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي. كما جددت التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن الكثافة السكانية غير المسبوقة في رفح الفلسطينية تجعل من المستحيل حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات برية. وأضاف المتحدث أن الاكتظاظ في رفح وصل إلى نقطة أصبحت فيها طرق مسدودة بالخيام. وصل الاكتظاظ في رفح الفلسطينية إلى نقطة أصبحت فيها الطرق مسدودة بالخيام التي نصبتها الأسر بحثا عن أي موقع مسطح ونظيف يصلح للحياة. ومع هذه الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين يجب القول أنه في حال حدوث أي هجمات إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيصبح من المستحيل حماية المدنيين النازحين، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى كارثة محققة. جدد الاتحاد الأوروبي التحذير الذي أطلقته العديد من الدول الأعضاء به بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف. وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن استئناف المفاوضات لتحرير المحتجزين وتعليق الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء في قطاع غزة. هذا أعرب وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون عن قلقه الشديد إزاء احتمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، وشدد كاميرون على ضرورة أن تكون الأولوية لوقف الفوري للقتال في قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن أي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية، وأكدت وقوع أنه تعتبره كارثة إنسانية، وذلك في حال نفذت قوات الاحتلال هجوما على مدينة رفح الفلسطينية. تتوالى التحذيرات الدولية من مخاطر خطط الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجوم واسع على مدينة رفح الفلسطينية والتي تكتظ بأكثر من مليون فلسطيني ممن نزحوا هربا من جحيم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 4 أشهر. وكالات الإغاثة المختلفة حذرت من أن الهجوم العسكري في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى وفاة أعداد كبيرة من الأبرياء. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن هناك شعورا متزايدا بالقلق والذعر في رفح،
موضحا أن الناس ليس لديهم أي فكرة على الإطلاق إلى أين يذهبون حال وقوع الهجوم. الأمم المتحدة أوضحت مرارا أن اجتياح رفح سيكون له عواقب إقليمية لا توصف في ظل وجود آلاف النازحين الذين يعانون من ظروف قاسية، مشددة على أن وصول القوات البرية الإسرائيلية إلى رفح يعني احتمال وقوع خسائر واسعة النطاق في أرواح المدنيين. الرئاسة الفلسطينية من جانبها قالت إن خطط التصعيد العسكري في رفح يراد بها تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. بدوره أكد السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة ضرورة قيام مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول بالتحرك بشكل فوري لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال. واشنطن الداعم الرئيسي لإسرائيل أكدت أنها لن تؤيد أي عملية عسكرية لا توفر الحماية للمدنيين، محذرة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح في ظل هذه الظروف ومع وجود أكثر من مليون فلسطيني يبحثون عن مأوى دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة. بدوره حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل، حذر من العواقب الكارثية في حال تصعيد العدوان الإسرائيلي في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، معتبرا أن التقارير التي تتحدث عن هجوم عسكري إسرائيلي مثيرة للقلق وستكون لها عواقب كارثية متفاقمة على الوضع الإنساني المتردي بالفعل. ما زال قصف الاحتلال المكثف يتواصل مستهدفا وسط جنوب قطاع غزة، بينما تتواصل التحذيرات من إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ينتظر النازحون هناك مصيرا غامضا. نتابع المزيد في هذا التقرير. على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من تصعيد الاحتلال عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية، فإن إسرائيل ترتكب يوميا مجازر بحق المدنيين هناك. فبعد الإعلان عن نيتها لاجتياح المدينة الواقعة في جنوبي غزة، وصل قوات الاحتلال قصف منازل الفلسطينيين هناك كما فعلت بالشمال، وأسفرت الغارات عن استشهاد وإصابة عشرة الفلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منازل وسط وشمال رفح. وفي ظل التصعيد الإسرائيلي بات الفلسطينيون محاصرين من دون خيارات ليتأكد للعالم أنه لا مكان آمن في غزة. وحذرت منظمات ومؤسسة دولية على رأسها الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي من خطة الاحتلال لمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية والتي تعد آخر ملاذ للنازحين بسبب العدوان. استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة وفي غارات عنيفة جنوب خان يونس، ويأتي هذا في وقت نفذ فيه طيران الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا وشن سلسلة غارات متتالية على مناطق جنوب خان يونس ومنطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الأمل في خان يونس، وطلب أدهانوم بإطلاق سراح المرضى والعاملين الصحيين في مستشفى الأمل بشكل عاجل. كما استشهد فلسطينيان برصاص قناصة الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما لا تستطيع الطواقم الطبية الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، وهو ما يعرض حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 ألاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي للخطر، حيث يعاني المجمع نقصا حادا في الطعام والشراب والدواء. Hello.
شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في عدد من عواصم أوروبا دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة أطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وشددوا على ضرورة وقف حصار غزة والتأكيد على وصول المساعدات للمواطنين. دعا مجلس النواب العراقي الحكومة إلى تنفيذ قرار بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، كما أكد المجلس خلال جلسته رفضه الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية. وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي إن البرلمان يستنكر ويرفض الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان، كما يدين بشدة عمليات الاستهداف الأمريكية. كما دعا أيضا لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره. كما أحال المندلاوي طلبا موقعا من أكثر من 100 نائب إلى لجنتي القانونية والأمن والدفاع يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من بلاده. تستأنف العراق والولايات المتحدة اليوم الأحد المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن. كانت المحادثات بين الجانبين قد بدأت في يناير قبل أن تتوقف بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم بالأردن. قتل وأصيب عدد من الأشخاص في هجوم بمسيرة إسرائيلية على بلدة جدرة اللبنانية. وأفادت مصادر لبنانية بأن المسيرة استهدفت بصاروخين سيارة ودراجة نارية تصادف مرورها من المكان. ومن جهة أخرى شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدات عيد الشعب والناقورة والخيام واللبونة وحمول وجبل البلاط. حذر المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل من اتساع الصراع في لبنان في ظل تبادل يومي لإطلاق النار، لافتا لأن هناك جهودا حثيثة من أجل منع اتساع الصراع. وأشار إلى أن الوضع في جنوب لبنان تغير منذ 8 أكتوبر الماضي بحيث أصبح مقلقا ومتوترا، وأضاف أن قوات اليونيفيل تواصل العمل على طول الخط الأزرق وتحاول وبالتنسيق مع الجيش اللبناني مساعدة المجتمعات المحلية عبر مدهم بالتبرعات كالمياه والمولدات الكهربائية، كما توفر المساعدة الطبية للآلاف من السكان. طلب وزير خارجية اللبناني عبد الله بحبيب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما أكد بحبيب أن استعادة الاستقرار بالجنوب اللبناني تتطلب التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وإيقاف الخروقات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها بما فيها مزارع شبعة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات للدفاع عن النفس ضد أهداف حوثية في اليمن، وأضافت أن تلك الأهداف كانت تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة، مبينة أن تلك الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية. اجتمع المبعوث الأممي إلى ليبيا مع المبعوث الخاص بالرئيس الفرنسي لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا وسبل دعم الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات. وأعلن باتيلي أن اللقاء شهد الاتفاق على ضرورة اطلاع شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين بمسؤولياتهم في تيسير التوصل إلى حل مستدام ينهي الوضع القائم ويحصن ليبيا من الانزلاق مجددا نحو صراع طويل الأمد قد يعرض سلامة أراضي ليبيا لخطر جسيم.
كما استعرض اللقاء مستجدات عملية المصالحة الوطنية وجهود إعادة الإعمار في شرق ليبيا. أظهر استطلاع رأي أجري في روسيا أن 75% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين حال جرت الانتخابات الرئاسية في البلاد غدا. وذكرت وكالة تاس الروسية أن هناك أو هذا يأتي وفقا لنتائج استطلاع جرى على عينة من 1600 من الروس البالغين ونشره مركز أبحاث الرأي العام الروسي. وفقا للاستطلاع فإن مستوى وعي الروس بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يبلغ 85%. وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعدا للانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وسيتم التصويت على مدار 3 أيام هم 15، 16، و17 مارس، وبالتالي ستكون هذه أول انتخابات تجرى على مدار 3 أيام لرئيس روسيا. عاد آلاف الأشخاص في كل أنحاء ألمانيا للتظاهر ضد اليمين المتطرف، فيما تشهد ألمانيا موجة من الاحتجاجات الحاشدة ضد اليمين منذ نحو شهر، وذلك بعد نشر تقرير في يناير الماضي لمجموعة كوركتيف الصحفية الاستقصائية حول تفاصيل اجتماع عقد في مدينة بوتسدام بين أفراد من اليمين المتطرف وبعض الساسة من حزب البديل، حيث تمت مناقشة خطط طرد ملايين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة. في إسبانيا يواصل المزارعون احتجاجاتهم لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بتسهيل السياسات الزراعية الأوروبية وحماية القطاع من المنافسة الخارجية وخفض تكاليف الإنتاج. من جانبها ذكرت السلطات الإسبانية أن قوافل من الجرارات والشاحنات قطعت عشرات الطرق في عدة أقاليم داعية إلى اتخاذ الحيطة لدى التنقل بين المدن، مشيرة إلى اعتقال العشرات منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي. أزمة سياسية تطرق أبواب باكستان على خلفية إعلان رئيسي الوزراء السابقين نواز شريف وعمران خان فوزهما في الانتخابات العامة وسط توقعات عدم تمكن أي طرف من الحصول على أغلبية واضحة. نتابع. يبدو أن باكستان في طريقها لأزمة سياسية أعمق مع إعلان رئيسي الوزراء السابقين نواز شريف وعمران خان الفوز بالانتخابات العامة، وفاز حزب شريف بأكبر عدد من المقاعد لحزب واحد في الانتخابات، بينما فاز أنصار خان المسجون حاليا بأكبر عدد من المقاعد إجمالا، وذلك بعد أن دخلوا الانتخابات كمرشحين مستقلين بدلا من ترشحهم في تكتل واحد بسبب حظر حزب خان من دخول الانتخابات. وقال شريف إن حزبه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف سيجري محادثات مع أحزاب سياسية أخرى عن تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن فشل في الفوز بأغلبية واضحة بمفرده. في المقابل رفض عمران خان ادعاء منافسه نواز شريف بالفوز في الانتخابات، داعيا أنصاره إلى الاحتفال بالفوز بالانتخابات وحماية أصواتهم. من جانبه هنأ قائد الجيش الباكستاني البلاد على نجاح إجراء الانتخابات العامة قائلا إن باكستان بحاجة إلى أيد مستقرة للانتقال من سياسة الفوضى والاستقطاب. وتوقع محللون ألا يتمكن أي طرف من الحصول على أغلبية واضحة، مما قد يزيد من مشاكل باكستان التي تكافح للتعافي من أزمة اقتصادية بينما تواجه عنفا متزايدا من مسلحين في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب. أكدت مصر وبلغاريا التزامهما بمواصلة تعزيز حوارهما السياسي وعلاقتهما ذات المنفعة المتبادلة، وخلال أعمال لجنة التعاون المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري خارجية البلدين اتفق الجانبان على العمل سويا من أجل ترفيع التعاون بينهما إلى مستوى أعلى بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وشددا على أهمية تعزيز حوارهما الاقتصادي والتجاري من أجل استشراف الفرص المستقبلية لتوسيع حجم التجارة والاستثمار. وخلال الاجتماعات استعرض الجانب المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة سنويا وتنظيم الاجتماع المقبل في بلغاريا العام المقبل. قال وزير الخارجية سامح شكري إنه بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك مع بلغاريا مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح شكري أن هناك رغبة في تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما أيضا من الجانب البلغاري بالفرص الاستثمارية في مصر. وقد عكست مناقشات وأعمال اللجنة رغبة حقيقية من البلدين في تطوير العلاقات والوصول بها إلى أفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين، وتطرقنا إلى مجالات التعاون المشترك سواء القائمة بالفعل والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها، أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها في الفترة القادمة. تناولت مع معالي نائبة رئيس الوزراء أهمية زيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، حيث أبدى الجانب البلغاري اهتماما بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتميزة في مصر وما تقدمه مصر من امتيازات في هذا الشأن. وتطرقنا إلى التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي. اقتصادياً، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد تحكم موازنة الاتحاد الأوروبي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة. وينطوي الإنفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو الذي صدر في أواخر تسعينيات القرن العشرين، والذي يحدد سقفاً لديون البلدان عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند 3%. خفضت وكالة مودز الأمريكية تصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة A1 إلى A2 بسبب تأثير عدوانها على قطاع غزة. وذكرت الوكالة أن تأثير العدوان يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية وقوتها المالية في المستقبل المنظور. بسبب تأثير عدوانها على قطاع غزة، خفضت وكالة مودز الأمريكية التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي بدرجة واحدة من A1 إلى A2. وذكرت الوكالة أن تأثير العدوان يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور. كذلك خفضت الوكالة توقعاتها لديون إسرائيل إلى سلبية بسبب خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشمالية. يأتي هذا بينما اتسع العجز المالي الإسرائيلي ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالشهر الذي سبق وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وبلغ العجز المالي الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها إلى 89.1 مليار شيكل، ما يوازي 24.24 مليار دولار في الأشهر الـ12 التي سبقت نهاية شهر يناير الماضي، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق وانخفضت الإيرادات. وارتفع الإنفاق الحكومي ليصل إجماليه إلى 41.2 مليار شيكل، مما يعكس زيادة بنسبة 36% مقارنة بشهر يناير من العام 2021، بينما تراجعت الإيرادات إلى 43.7 مليار شيكل مقارنة ب 44 مليار شيكل في الفترة ذاتها من العام 2023، وهو ما أحدث فجوة تمويلية. سيتم تمويل هذا العجز من خلال الاستدانة محليا وخارجيا وبيع بعض الأصول.
كان الكنيسة قد أقر القراءة الأولى لموازنة عام 2024 والتي تسمح بعجز مالي بنسبة 6.6% مما يوفر إطارا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الاحتلال. وتتكبد إسرائيل خسائر متواصلة جراء العدوان الذي تشنه على قطاع غزة تتراوح ما بين 100 و 125 مليار دولار بمثابة خسائر مباشرة وغير مباشرة، وأغلب هذه الخسائر مرتبطة بزيادة الإنفاق العسكري. قطاعات عدة في الاقتصاد الأوروبي ما زالت تتلقى ضربات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، كما تضررت شركات الطيران وقطاع العقارات بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة. التداعيات المتواصلة لأزمتي أوكرانيا وكورونا تواصل الإضرار بقطاعات الاقتصاد الأوروبي المتضرر بشدة من التوترات الجيوسياسية. وبسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة تواجه شركات الطيران في القارة العجوز مستويات من التحديات المالية الشديدة، وكان الإخفاق في تحقيق الربحية هو المحرك الرئيسي للتحديات التي تواجهها تلك الشركات. شركات الطيران الألمانية شهدت أقوى تلك التحديات، تليها في ذلك الشركات البريطانية وفق بيانات مؤشر ويل للتعثر في أوروبا. كما يواجه قطاع العقارات الأوروبي تحديات عديدة مثل ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض قيمة العقارات وارتفاع تكلفة الطاقة والبناء وتزايد تكلفة التمويل، ما ثبت مرتبته باعتباره القطاع الأكثر تضررا في المؤشر. وفي الوقت نفسه يعد قطاع الرعاية الصحية ثاني أكثر القطاعات المتعثرة بسبب عبء معدلات الفائدة وضعف أداء الاستثمار وارتفاع النفقات التشغيلية. وفي المرتبة الثالثة يواجه قطاع البيع بالتجزئة ضغطا مزدوجا من ارتفاع معدلات إعادة تسعير الرهن العقاري وتصاعد الإيجارات، إضافة إلى ذلك أدت أزمة تكلفة المعيشة إلى الحد من الإنفاق الاستهلاكي. ورياضيا، أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن عن فخره بمصر التي فازت بكأس أمم إفريقيا 7 مرات، وخلال زيارته لكوت ديفوار لحضور نهائي أمم إفريقيا وحفل الأساطير وعقد مائدة مستديرة نظمها الكاف. أضاف حسام حسن أنه شارك في 7 بطولات لكأس الأمم الإفريقية ونجح في التتويج ب3 ألقاب عام 86 و98 و2006. أولا طبعا برحب بجميع الحضور، وسعيد ان انا موجود في كوت ديفوار، وسعيد بالتنظيم الرائع لكوت ديفوار، وان شاء الله مزيد من التقدم للكره الافريقيه، لان الكره الافريقيه ليها دور رئيسي وكبير، واللاعبين الافارقه في المحترفين في الخارج في اوروبا اثبات وجود، حتى في كاس العالم لينا وجود الكره الافريقيه وليها وجود. بالنسبه لي انا كنت محظوظ الحمد لله ان انا اتوجدت في بلد كبيره زي مصر. من حظنا ان احنا خدنا البطولات افريقيا اللي اكبر حاجه في افريقيا كاس الامم 7 مرات. كان لي الشرف ان انا شاركت في 7 مناسبات افريقيه واحرزت 3 كؤوس افريقيه 86 و98 و2006، دي كان اخر حاجه بالنسبه لي. ومن حظي فعلا ان انا شاركت في كاس الامم 2006 وانا كنت داخل تقريبا سني كان 40 سنة، داخل على 40 سنة، فده كان حاجة عاصرت اجيال كتيرة. انا تحياتي طبعا للاساطير الموجودين من اول ميلا وعبيد البيه وكل الاساطير الموجودين معانا النهاردة، فانا سعيد جدا انا في وجود فستيهم. في نفس الوقت حضرت البطولات اللي كانت اصغر بطولة خد 86، كان بالنسبة لي ميلا كان نجم كبير في وجودي معه. ثم 2006 حضرت في الآخر الفاينل اللي كان في القاهرة. أكيد طبعا شعور أن أنت بتحرس بطولات وبتتوجد في بطولات مختلفة مع أجيال مختلفة، دي كانت حاجة عظيمة جدا. والأهم أن أنا نهيت مشواري في كأس الأمم ككابتن منتخب ببطولة كأس الأمم 2006 في حضور الجماهير المصرية.
يقام اليوم نهائي كأس أمم إفريقيا بين منتخبي كوتيفوار ونيجيريا، هذا وحسم منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتعادل منتخبا جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية سلبيا في الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب جنوب إفريقيا لصالحه. توج منتخب القطري بلقب كأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على منتخب الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب لوسيل. وسجل المنتخب القطري أهدافه الثلاثة من علامة الجزاء عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 20، 71، 94، بينما سجل اللاعب يزن النعمات هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 65. مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم العناوين. مجلس أمناء الحوار الوطني يرفض مزاعم الرئيس الأمريكي ويؤكد أنها حملت ادعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح. إدانات وتحذيرات عربية ودولية وأممية واسعة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف مدينة رفح الفلسطينية. العراق والولايات المتحدة يستأنفان اليوم المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا، يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. قدم لحضراتكم هذه النشرة الزميل لؤي أباظة، وهذه تحياتي لكم مصريين فؤاد. إلى اللقاء.